للحديث إذن عن تكثيف الميليشيات استهداف المصالح الأمريكية في العراق وعن موقف حكومة الكاظمي منها، معنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعوي. أستاذ حسين، مرحبا بك. إذن الهجوم على معسكر التاجي الذي تنتشر فيه قوة أمريكية والذي تبنته ميليشيا عصبة الثائرين تزامنا مع هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء، كيف تقرؤون هذه التطورات في هذا التوقيت؟ يعني أعتقد هذه المجاميع التي تنفذ هذه الضربات ما هم إلا مرتزقة يقومون بحرب بالوكالة نيابة عن إيران على الأراضي العراقية. هؤلاء لا يمكن أن ينالوا شرف المقاومة، وليس لديهم مشكلة حقيقية مع الولايات المتحدة، علما أن معسكر التاجي لا يوجد فيه من القوات الأمريكية بنسبة 1%. وهنا السؤال يطرح نفسه، لماذا الحكومة العراقية تتعامل بازدواجية مع هؤلاء قياسا إلى الآخرين؟ هذا المعسكر فيه جيش عراقي، فيه قوات عراقية يستهدف من قبل هؤلاء، ولا تطلق عليهم أو لا تسمي هذا العمل بالعمل الإرهابي، بل تتعاطف معهم وتسميهم خارجين على القانون وإلى آخره. ولحد هذه اللحظة لم يظهر على شاشات التلفزيون كما كان يظهر على شاشات العراقية هؤلاء الناس وهم مدانون في أعمالهم الإرهابية هذه ضد الجيش العراقي. يعني ما الرسالة التي تريد هذه الميليشيات المرتزقة كما وصفتها إيصالها عبر هذه الهجمات؟ هل الهدف هو إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ لا يا سيدي، هؤلاء لا يستطيعون إخراج القوات الأمريكية، بل هؤلاء جاءوا مع الأمريكان وهم من رحب بالأمريكان وما رجعهم من أفتى بعدم التعرض للقوات الأمريكية. هؤلاء مرتزقة يعملون بأجور، متى ينتهي الممول أو يوقفهم فيتوقفون، يعني ليس لهم أي هدف لا سياسي ولا عسكري. المرتزق ليس لديه هدف ولا يتفاوض، هذه من نقطتين مهمة، ليس لديه هدف ولن يكون جزء من عملية تفاوضية، فبالتالي هؤلاء ينفذون حرب بالوكالة نيابة عن إيران على الأراضي العراقية، وليحرجوا أيضا أكثر الحكومة العراقية. لكن على الحكومة العراقية أن تتعامل بجد وحزم مع هؤلاء كما كانت تتعامل سابقا مع الآخرين، بل كانت فيها مبالغة وشيطنة للمكونات الأخرى التي كانت تستهدف الأمريكان حصرا. يعني الآن حكومة الكاظمي نفسه في تعليق على الأحداث قال إنه لن يسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق، هكذا بحسب تعبيره. ما مدى جدية هذه التصريحات؟ والأهم، هل يستطيع الكاظمي على منع تكرار هذه الهجمات؟ أنا لا أعتقد الكاظمي يستطيع أن يفعل شيء تجاه هذه الميليشيات، لأن شرعية الكاظمي استمدت من البرلمان الذي يدعم هؤلاء، أو هؤلاء هم أجنحة عسكرية لكثير من النواب داخل البرلمان. هذه عملية معقدة في العراق، العراق يحتاج إلى عملية سياسية جديدة لا يشارك فيها لا الميليشيات ولا القوات المسلحة الرسمية، فكيف بالكاظمي يستطيع أن يواجه هؤلاء وشرعيته استمدت من هؤلاء أو من أجنحتهم السياسية الموجودة في البرلمان؟ القضية معقدة، فلا يستطيع الكاظمي أن يواجه هؤلاء، وهؤلاء أصبحوا أقوى من الدولة ومتغولين على الدولة وجميع مؤسساتها. قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى كينيث ماكنزي قال إن هذه الضغوط يعني لن تثنينا عن مغادرة العراق، كيف تقرأ هذا الإصرار وكيف تقرأ هذه الهجمات تأتي في سياق التضييق الأمريكي على إيران وميليشياتها في المنطقة؟ يعني الولايات المتحدة هي لا تعطي أذن صاغية لمثل هذه الأفعال. الولايات المتحدة عندما احتلت العراق لم تسترد إلى أي قرار دولي ولا إلى مجلس الأمن ولا إلى الأمم المتحدة، فكيف بها ستنسحب من أعمال إرهابية لمجاميع لا تمثل الشعب العراقي؟ فأعتقد اليوم الشعب العراقي بغالبيته هو يرفض التواجد الإيراني والنفوذ الإيراني على الأراضي العراقية، وهذا ما يخدم المصالح الأمريكية. واليوم الأمريكان يعني وضعهم حقيقة في الساحة العراقية يعني ليس أسوأ من الوضع الإيراني، فأعتقد الشعب العراقي بغالبيته ورافضا للمشروع الإيراني حتى لو استنجد بالقوات الأمريكية. فلهذا السبب أعتقد الظروف مواتية للأمريكان، وهم يتكلمون يعني بما هو يمثل غالبية الشعب العراقي لرفضه للشعب الإيراني للمشروع الإيراني على الأراضي العراقية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعوي.